دار عالم زهريب، 25/10/2012. المكتب الإعلامي في بلدة مزهريب، لجان التنسيق المحلية. هذا ما خلفته العصابات الأسدية أثناء قصفها العشوائي على بلدة مزهريب صباح يوم وقفة عيد الأضحى المبارك. الله أكبر، هذه الهدنة الذي يتكلمون عنها. هذه هي الهدنة التي تكلمت عنها يا إبراهيمي. الله أكبر. صباح يوم وقفة عيد الأضحى. الله أكبر. الله أكبر، هذه هي هدنك يا بشار ويا إبراهيمي. هذا أول يوم لتطبيق الهدنة المزعومة من الإبراهيمي وعصابات الأسد.